ننتقل من عالم السياسة لعالم الطقس، والمتابعة مستمرة عبر رحلتنا الصباحية لحالة الطقس. هلا عم نشوف في اختلاف كتير كبير بدرجات الحرارة. تمام نور، وفي أقاويل كتيرة على السوشيال ميديا، يعني من الصبح بنطلع من البيت بيقولوا لنا هي اليوم المساء في منخفض، يوم المساء في يعني برد، رح ينزل برد أو رح ينزل مطر مثل ما صار من يومين، لحتى نحن نعرف شو هي أحوال الطقس، ولحتى نعرف هل صحيح في منخفض، هل صحيح فتنا بالشتوية من الباب العريضة مثل ما بيقولوا. رح نعرف أكيد كل التفاصيل مع المتنبئ الجوي ومدير مركز التنبؤ شادي جويش. صباح الخير أستاذ شادي. صباحك. صباحك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. بالبداية أستاذ شادي، خلينا نحكي عن أحوال الطقس بالأيام القادمة. رح نشهد يمكن درجات حرارة منخفضة، رح نشهد بعض الأمطار بدمشق والمحافظات السورية. هلا منخفضة درجات الحرارة امبارحة كانت دون المعدل، اليوم بتضل الحرارات تقريبا فوق المعدل أو حول المعدل تقريبا، في ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم نتيجة التشمس. امبارحة لاحظنا كان الجو غائم بشكل عام. فرصة الهطول هي بتبلش اليوم خلال ساعات المساء والليل، وبكره بتمتد لاغلب المناطق، يعني اليوم مساء والليل على المناطق الجنوبية تحديدا مدينة دمشق والمناطق جنوب دمشق. المحافظات الجنوبية اللي هي درعا وسويدا والقنيطرة هي الاوفر حظا بالنسبة للهطولات المطرية. بكره ان شاء الله خلال ساعات النهار، ساعات بعد الظهر تحديدا، تنتقل الفعالية تدريجيا باتجاه الشمال، يعني المنطقة الوسطى، المنطقة الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية الشرقية. رح نشوف غزارة بالأمطار يعني بدمشق فينا نقول؟ هلا الحقيقة الغزارة رح تكون بالأكثر هي بالمناطق الجنوبية، يعني كل ما اتجهنا باتجاه الجنوب تكون الغزارة أكبر. المتوقع تكون الهطولات على شكل دخاتر عادية من المطر مثل ما حدث من يومين، لكن الفرصة الأكبر هي بالنسبة للهطولات الغزيرة رح تكون منطقة السويدة، درعا والمنطقة. نعم. طب استاذ شادي، يعني هل فينا نقول انه نحن دخلنا على الشتويه بامتياز، ولا بعدنا هيك شوي بالخريف رح يصير في ارتفاع بدرجات الحراره، او لا خلص شتينا؟ لا الحقيقه لا، بالنسبه للحرارات ما انخفضت كثير، يعني احنا عم نحكي دون المعدل بحدود درجتين او 3 درجات مو اكثر، واليوم بترجع لمعدلاتها. في عندنا ارتفاع خلال اليومين القادمين، في عندنا ارتفاع الحراره متوقع تقريبا حتى نهايه فصل الخريف، يعني نهايه شهر 12 تقريبا تظل الحرارات حول او اعلى بقليل من معدلاتها الطبيعيه، طبعا عم نحكي خلال ساعات النهار، لكن ليلا انخفاض ملموس على درجات الحراره خلال ساعات الليل المتاخر الصباح الباكر، نتيجه طبعا فتره الليل عم تطول، لذلك فتره التبريد عم تكون اكبر، لذلك انخفاض الحراره بيكون. طب رح نشهد منخفض قادم قريبا؟ لا الحقيقه المنخفض القادم متوقع خلال منتصف او نهايه الاسبوع القادم، يعني هلا بعد حاله عدم الاستقرار الحاليه اللي ذكرناها خلال اليوم الليل وبكره بالنهار، بتستقر الاجواء بشكل كامل خلال يوم الخميس، وفي ارتفاع على درجات الحراره خميس الجمعه. المنخفض القادم او حاله عدم الاستقرار القادمه حتكون خلال منتصف ونهايه الاسبوع القادم. تمام استاذ شادي، قبل ما ننتقل الى الموضوع يلي شاغل السوريين وهو الكسوف الجزئي، خلينا نعرف درجات الحراره المتوقعه لليوم الثلاثاء بدمشق والمحافظات السوريه، وبعدين خلينا ننتقل الى الكسوف الجزئي اللي رح يبلش بعد ساعات قليله. ايه تماما، هلا هو تقريبا الحرارات متقاربه بالنسبه لليوم، يعني ما في فروقات كبيره. الحرارات عم تتراوح حول المعدل بحدود ال 27 درجه نهارا اغلب دمشق ومعظم المناطق الداخليه، ليلا عم تكون بحدود ال 15 درجه فقط، المرتفعات الجبليه عم بحدود ال 20 تنخفض ليلا الى 9 درجات. طبعا المناطق الشرقيه ومنطقه الجزيره عم تضل الاجواء حاره نسبيا بحدود ال 30 نهارا تنخفض ليلا الى 18 درجه مئويه. طيب استاذ شادي، خلينا نحكي عن الكسوف الجزئي اللي راح يحصل بعد شوي، خلينا نحكي بعض التحذيرات اليوم، شو ممكن نعطي بعض المواطنين بعض النصائح؟ لا تماما، التحذيرات هي عدم النظر المباشر لاشعه الشمس، طبعا نحن لما يكون في عندنا كسوف ان كان جزئي او كلي يحجب اشعه الشمس، يكون فينا نحن نطلع نوعا ما على الشمس، يعني بامكاننا بالاوقات العاديه نحن ما فينا نطلع على الشمس نتيجه الاضاءه الكبيره،
لذلك بوقت الكسوف بيكون في عندنا يعني مجال انه نطلع على الشمس بفتره اطول، هذا الشيء بضر بالعين او الشبكيه تحديدا. طبعا الاخصائيين الدكاتره بيعرفوا بهالامور، لذلك بنحذر من النظر بشكل مباشر من دون استخدام النظارات الواقيه، النظارات طبعا مخصصه لهي القصه، ليست النظارات الشمسيه، طبعا النظارات الشمسيه العاديه هي مضره اكثر، او يستخدموا نظارات الحامه احيانا تبع الحام الحديد او الى ما هنالك من الوسائل الغير موثوقه. طبعا افضل طريقه لمشاهده الكسوف الشمسي من خلال ما ذكرنا النظارات الخاصه او العدسات الكاميرات اللي حتنقل طبعا عبر الحطات الاشعاع في التلفزيون.